اسمي اسلام عمر، مصمم ديكور، صاحب ورشه فسيفساء. انا بدات في المجال ده تقريبا من حوالي 10 سنين. انا في البدايه كنت بشتغل بالقطعه، كنت بروح اجيب خامات قطعه واحده وبصنعها وبنزل ابيعها تاني، يعني كنت بنزل القاهره اجيبها واصنعها وارجع ابيعها تاني. في البدايه بدات بقطعه وبقطعتين، وكان الموضوع صعب جدا جدا جدا، لحد الحمد لله رب العالمين ما ربنا رزقنا، ودلوقتي بقى عندنا ورشه كويسه جدا الحمد لله. والحمد لله بقى من الوضع بقى افضل من الاول بكتير الحمد لله. كان في البدايه بيقابلنا بعض المشاكل، ان احنا في البدايه كنا لما بنيجي بنشتغل لعميل البازار في حاجه زي كده، دي اسمها الاباجوره البيضاء اللي بيشتغلوا بيها في شرم الشيخ والغردقه، وبيدوها للعميل الاجنبي اللي هي عميل السياحه. طبعا كان في البدايه هو ده الموجود ومفيش غير كده، والوان ثابته وشكل ثابت. طبعا الحمد لله دلوقتي قدرنا ان احنا نغير في الشغل ونعمل حاجه للعميل المصري، حاجه بالحجم ده مثلا. طبعا عميل السياحه مش هينفع يشتريها، لانها طبعا هتاخد منه مساحه كبيره ووزن كبير في الطياره وفي الشحن. فطبعا اما العميل المصري مش فارقه معاه، يعني الحمد لله عرفنا ان احنا نعمل عميل بديل، عشان لو السياحه اتضربت او زي ما بيحصل كل فتره قصيره ان شاء الله نلاقي عميل نقدر نتعامل معاه ونبيع له شغل ونعرف نشتغل. بدأنا الحمد لله رب العالمين نفنن ونخترع اي ابواب ثانيه نعرف ننتج منها، ان احنا ما نقفش زي الناس ما بتقف. احنا الحمد لله اشتغلنا مع العملاء المصريين اللي هم مصممين الديكور، مهندسين الديكور، ومكاتب التصميمات الداخليه ومكاتب المعمار عموما والعميل المباشر، زي في بعض الاماكن الراقيه. بقينا نشتغل مع العملاء دولت، وبقينا نعمل لهم ارضيات وجداريات واسقف معلقه، بقينا نكسل موبيليا، بقينا الحمد لله بقينا نعمل جداريات، لوحات كبيره بالطلب. يعني ممكن حد يطلب مني تصميم معين اعمله له 3 دي واديه له ويوافق عليه او يعمل عليه تعديلات، وفي النهايه انا بصممه له الحمد لله وبنفذه له الحمد لله. الفسيفساء ده من ضمن عيوبه ان هو خاماته مكلفه جدا وغاليه جدا، لان هو بيعتمد في تصنيعه الاساسي على الأوبال الامريكي وبعض الماركات العالميه من الموزاييك زي الماركات الايطاليه والتركيه، ودي غاليه جدا جدا جدا، لدرجه ان ممكن متر الموزاييك الذهب يوصل ل 24000 جنيه المتر الواحد. فطبعا احنا كان لازم نلاقي بدائل للخامات دي علشان العميل ما يهربش مننا. فالحمد لله بعدين بدأنا احنا ندور على بدائل ونشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وايه اللي ممكن يشتغل ضد الميه، وايه اللي ممكن يشتغل لاندسكيب، وايه اللي ممكن يشتغل اوت دور وان دور. يعني بدأنا ندور على بدائل. يعني مثلا مثال القطعه دي، كنا في البدايه عشان نعملها وندخل فيها اضاءه ونعملها بالقبال الامريكي كانت ممكن تكلف ارقام كبيره جدا، يعني ممكن حتى توصل مثلا ل 150 جنيه تكلفتها بس. اما دلوقتي لما عرفنا ان احنا نتعامل معاها بخامات بديله زي اللي احنا شغالين فيها دلوقتي الحمد لله، يعني عرفنا دلوقتي ان احنا نوصلها للعميل بارقام تقريبا تكاد تكون تلت الرقم دوت تقريبا. يعني